طيب، مباراة امبارح فوز الأهلي على طلائع الجيش في استاد الكلية الحربية بهدفين مقابل لا شيء. نتيجة وأداء الشوط الثاني حاجة والشوط الأول كان حاجة تانية خالص، لكن ده منطقي ومعقول ومقبول في ظل التغييرات اللي موجودة في التشكيلة الأساسية. أنت لو بتتفرج على الأهلي من بعد ما خلص مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأ التشكيل بيتغير، وده طبيعي جدا في ظل الروتيشن اللي بيحاول يعمله مارسيل كولر قبل موعد مباراة النهائي. عندك ثلاث مباريات في فتره صعبه جدا ومضغوطه جدا، انت لعبت يوم الثلاث اللي فات ولعبت امبارح الجمعه، وعندك بعد بكره مباراه يوم الاثنين مع سيراميكا كليوباترا. طبعا من رابع المستحيلات انك تلاقي لعيبه تقدر تلعب ثلاث مباريات مضغوطه في الدوري المحلي في اقل من 7 ايام، وهي كمان راجعه من ضغط كبير جدا في المباريات الافريقيه. لعبت مع الترجي، قبلها مع الرجاء، ضغط المباراه في كاس عالم انديه، ثم مباريات المجموعات في دوري ابطال افريقيا. فبالتالي كان طبيعي جدا مارسيل كولر يعمل روتيشن وتعديل في التشكيل. بس الميزه وانت بتعدل في التشكيل وبتعدل في مراكز اللعيبه وبتريح عناصر وبتشرك عناصر تانية بتكسب. ده ما كانش بيحصل في السنوات اللي فاتت، السنوات اللي كنت بتعمل ايه؟ بتكسب افريقيا، بتروح كاس عالم انديه، بترجع بميداليه، بتعمل مباريات كبيره جدا، بس بتيجي في الدوري كنت بتخسر نقاط امام نفس الفرق دي. تتعادل مع انبي، تخسر من الجيش، تتعادل مع سيراميكا، مباراه في الثانيه والثالثه تلاقي نفسك ايه؟ خسرت الدوري، سواء بقى بسبب الاجهاد والتعب او حتى بسبب الاخطاء التحكيميه اللي كانت مؤثره بشكل كبير جدا السنتين اللي فاتوا. لكن السنه دي لا، كولر الوضع اتغير. مره يريح كهربا، حسين الشحات، وعبد المنعم، الفرقه بتكسب ماشيه كويس جدا. امبارح بيريح معلول، بيريح محمد هاني، بيريح بيرسي تاو، الفرقه بتكسب. وفي الاعتبار الوضع في الاعتبار كمان ايه؟ انت الشناوي عندك مثلا مصاب وموقوف الثلاث ماتشات دول. علي لطفي لعب الماتش اللي فات وتعور وما كملوش وما لعبش ماتش امبارح، وغالبا مش هيكون موجود في ماتش يوم الاثنين. كمان مصطفى شوبير امبارح يعني لو قل قدر الله خرج كان هيلعب مكانه مصطفى مخلوف، وده حارس صاعد لسه هيبقى اول مره يخش اصلا يلعب مباراه مع الدرجه الاولى. يمكن مصطفى موجود شويه مع الفريق بقاله سنتين ومقيد في القائمه الافريقيه، فابتدت تكون عنده شويه خبرات. لكن الوضع ده لا، الحمد لله الاهلي ماشي بشكل كويس دفاعيا وهجوميا، وحتى في مركز حراسة المرمى، فالأمور الحمد لله ماشية بشكل كويس جدا. هدف أفشة كلنا مبسوطين منه لكذا حاجة، بس أبرزهم حاجة واحدة، بيستعيد الذكريات. فين تسديدات أفشة بتاعت زمان؟ التسديدة زي دي من سنتين ثلاثة حسمت لقب قاري كبير جدا وكان مهم جدا جدا جدا. فهدف أفشة ليه مميزات كتيرة قوي، ولا احتفال أفشة كمان يعني ده من الحاجات كمان بقى إيه؟ تحيه لوالده اللي موجود في المدرجات، فالاجواء كلها كانت حلوه. وبصوا حتى فرحه اللعيبه بقفشه، يعني الاجمل من الهدف وقصه الهدف وخطا حارس الطلائع، شوفوا فرحه لعيبه الاهلي بمحمد مجدي قفشه لما احرز الهدف، لان هو كان محتاج جون زي ده في توقيت زي ده. امبارح السوليه ظهر بشكل كويس، هيبدا يستعيد مستواه من تاني. شفنا امبارح كمان اليو ديانج كان فارد يعني اداؤه وطريقه لعبه في وسط الملعب. محمد اشرف لاعب صاعد بيلعب في الجبهه اليسرى مكان معلول. خالد عبد الفتاح مش جديد، شفناه في كذا مناسبه، بس كويس يلعب في التشكيله الاساسيه مكان محمد هاني. تلعب بطاهر، تلعب بعبد القادر. امبارح سافيو نزل شارك في جزء من المباراه، وسافيو حاسس ان جمهور الاهلي بيحبه ومستنيه ياخد فرصه تانية، وده شيء ايجابي مع لاعب اجنبي حاسس ان الجماهير عايزه تديله دعم في توقيت زي ده. ضربه جزاء واحراز السوليه، مكاسب كتيره قوي يا جماعه. وطبعا امبارح ركله الجزاء اللي كانت واضحه، وكنت اتمنى ان الكابتن بنا يحسبها من اول مره، ولكن الفار طارق مجدي بصراحه كان مميز في تدخلاته مع الكابتن محمود البنا. عموما ثلاث نقاط مهمه، الاهلي بقى في الصداره ب 56 نقطه، بقى لنا 11 مباراه مؤجله. لو المنافسين بيراميدز، فيوتشر، زمالك، او حتى الزمالك بعيد شويه دلوقتي، هو المنافسين اكتر بيراميدز وفيوتشر يعني. لو خسروا مباراة أو اتنين أنت مش محتاج تكسب الست ماتشات من 11، ممكن محتاج تكسب 4. فكل ما المنافس بيخسر كل ما عدد المباريات اللي أنت محتاج تكسبها مش هتزيد، هتقل. ناقص لك 11 دلوقتي، محتاج تكسب 6، خسروا تكسب 5، خسروا تكسب 4. فربنا يسهل بدري بدري كده إيه القصة تخلص عشان نريح ونستعد لدور السوبر اللي هيكون بداية مشاركة الأهلي في الموسم الجديد إن شاء الله قبل دوري أبطال إفريقيا.